أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى قربان تأكله النار.
كل نفس ذائقة الموت.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أخذ الله ميثاق
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا
وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله.